أنا سماح براوش من مدينة الخليل، عمري 15 سنة. أنا اسمي زليخة المحتسب، ساكنة في شارع الشهداء في البلدة القديمة من الخليل. أنا بدر عبد الحليم السيوري من سكان مدينة الخليل، يوجد عندي محلات في شارع الشهداء. أنا مواطن من أهل مدينة الخليل واسمي عبد الحليم السيوري، وكان في إلي محلات إلي ولعيلتي ولأهلي ولأبي ولأخوتي ولعمامي شارع الشهداء. أنا مدرسة قرطبة الأساسية المختلطة، عايشة بمنطقة شارع الشهداء اللي هي منطقة H2 تابعة للسيطرة الإسرائيلية. بواجه صعوبات كتير في السكن، أهم صعوبة إنه الباب مسكر، باب بيتي الرئيسي، مدخل بيتي الرئيسي مسكر، طبعاً مسكر بأمر عسكري الجيش لحمولية. بعد مزرعة الحرم اختلف الوضع نهائي، سكروا شارع الشهداء، بطل السيارات تعدي. بعد 2002 سكروا المنطقة نهائياً، والمحلات هلأ مسكرة، وصاير لهم مدة مسكرة، سكروا من قبل الجيش الإسرائيلي، ومصحينا نفتح محلاتنا، ووضعنا الاقتصادي وضع تعبان، البلكون كله مسيج، ممنوع أنت تستعمل الشارع ولا بأي طريقة. نحن منعيش معاناة كتير كتير كبيرة، أنا متأكدة ما في حدا بالعالم عايشها أو حتى يعني عاش شاف جزء من اللي إحنا منشوفها بحياتنا الطبيعية واليومية. يعني على اليمين وعلى الشمال في عنا مستوطنات، و يعني بضايقونا باستمرار، ما في عنا دخل اللي يغطي حيجياتنا. قطعوا شريان البلد، يعني شريان البلد أسموا اسمين. المستوطنين فيهم يروحوا بسياراتهم لأي مكان بدهم إياه، فيهم ينقلوا أغراضهم لأي مكان بدهم إياه بسياراتهم، بس نحنا سيارات العرب ممنوع تفوت على شارع الشهداء، وسكروا الدكاكين منعونا تفتح بالمرة. بعدين كانوا يعني باستمرار يضربوا علينا حجار، يضربوا علينا أزاز، يعني يضايقونا بأي طريقة. بس المستوطن يعني مهيئ له وسائل الراحة وبروح وبيجي، وتفرش عنده وين ما بده بروح وين ما بده بيجي، ما حداش مسائله، مع ذلك كمان في حماية عليه. لكن المواطن الفلسطيني طبعاً الجندي بقول له هات وراءك، هات هويتك، هات عدي ما تعديش، طبعاً بصعوبة. يعني بصيروا يحكوا ألفاظ، بصيروا يحكوا كلمات، يعني ما بصير إنها تنحكى. وبعديها برضو حرقوا لنا المحلات، حرقوا محلاتنا، وجت البلدية برضو طفتها وكسروا سيارة البلدية. المستوطنين بيعتدوا كتير علينا. طبعاً أنا ما بدي أعبرهم إنه أنا غضبانة، تبتسم بوجههم، بنغازوا. أولادهم عايشين برفاهية، في لهم أماكن يلعبوا فيها، أولاد أنا حارتي ما في مكان يلعبوا فيه، دائماً ببيوت، إذا نزلوا على الشارع بتصير مشاكل بينهم وبين المستوطنين. بتحس حالك إنه سجين جوا بيتك. غير هيك نحن بنضطر لما بنروح للمدرسة بنضطر نلف من الطرق الالتفافية، طرق مش آمنة. بأي حق؟ ليش هو عنده حرية الحركة وأنا ما عنديش؟ عشان أنا فلسطينية؟ عشان هو إسرائيلي؟ هو اللي جاي من آخر الدنيا وبيدعي ملكية الأرض وبيدعي إنه له حق في الأرض، بس أنا اللي موجودة هون نهائيا ما أنا مرتاحة. لما بعد المستوطن هو رايح جاي من الشارع وأنا بشوفه بتحرك بحرية، وأنا مش قادرة إني يعني حتى أقيم السياج هذا، وأنا عن جد مش قادرة إني أقيم السياج، حاططه عشان أأمن حالي، كتير هذا بجرحني من جوا، بضايقني من جوا. المستوطنين عم بضايقوا علينا حياتنا على قد ما بيقدروا. أول أمنية بتمنى إنها تتحقق، إنه نحنا نصير عايشين زي باقي الناس بحرية، نروح ونجي وين ما بدنا من دون قيود، ما بدنا نحس إننا عايشين بسجن مفتوح. بتمنى نرجع نعيش زي ما كنا عايشين، ونقصد باب الله ونطلع رزق عيالنا، ونتمنى يطلع المستوطنين من عنا. كيف أنا اللي موجودة هون فقد حقي في الأرض، فقد حقي بنعيش بأمان بحرية، وهو اللي جاي من آخر الدنيا إله كل الحق.